انظروا الأحباب، هذا جبل الملائكة، هذا جبل الملائكة ببدر، من هنا نزلت الملائكة. الله أكبر، الله أكبر. وهذا كثيب الحنان، الأبطال البررة، عز الإسلام ومجده، تاريخ المسلمين العظيم في ربوع هذه الغزوة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا تكبرات ونجاح ميديا تكتاتيو جنبنا الله تشولين ولكم بي الله تشبت الله سبحانه وتعالى رحمة ازنة ديوم تبقى بنا انت لهم ان شاء الله. زاري بتقام اسكرامينا دنك دنك يوانا فيديو جي الله تشمت تشالو يهن فيديو يملا ايكوش ترارا بمباري ميتاراون تككلين يوتاون كمدينة كتما بمراب بكل ودهو لتمتو 57 نتب 5 كيلومتر وينم 160 ማይል ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ወደ መካ ከተማ ደግሞ ደቡብ አቅጣጫውን ያዘ ሲሆን በዚህ ታሪካዊ ቦታና በመካ ከተማ መካከለ ያለው ርቀት ደግሞ የ402.3 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ነው። የዚህ ፕሮግራማችን የጉብኝት ምርጫችን ነው ኢንሻአላህ። ይህ ቦታ ደግሞ በበድር ጦርነት ወቅት መላእክቶች የወረዱበት ቦታ ሲሆን በሐዲስ ላይ አብዱላህ ቢን ዙበይር እንደተናገረው እዚህ ቦታ ላይ ነበር መላእክቶች የወረዱት ብሏል። ለማንኛውም ይህን ድንቅ ቪዲዮ ከሰፊ ማብራሪያ ጋር በዚህ ቪዲዮ ምን መለከት ይሆናል ለነጃህ ሚዲያ አዲስ ኮናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወደ ተመልካቾቻችን አሁን ኢንሻአላህ የመላእክቶች ተራራ የሚባለውን ቦታ በቪዲዮ ምን መለከት ይሆናል። እኔ በጣም ጓጉቻለሁ እናንተም ለጓጓችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ይህ ቦታ ድንቅ የሆነና ተአምረኛ የሆነ ቦታ ነው። ሐቂቃ መዲነቱል ሙነወራ ብዙ ብዙ ተአሙጂዛዎችን ወይንም ብዙ ተአምራቶችን የተሸከመች ድንቅ ሀገር ናት። የነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተማ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የመላእክቶች ተራራ የተባለውን ቦታውን በቪዲዮ ምን መለከት ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ምን አልፍ ይሆናል። ቆይታችሁ ከኔ ጋር ኢንሻአላህ። ቢስሚላህ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. أمامنا كثيب الحنان في بدر، وعن يسارنا مباشرة هذا يسمى شعب الملائكة، هنا تنزلت الملائكة، وهذا جبل الملائكة. هذا الجبل عن يميننا أيها الأحباب الذي ترونه في نصف الشاشة، هذا جبل الملائكة، من هنا نزلت الملائكة معتجرة بعمائم صفر. ما شاء الله. وقد روى حديثها سيدنا عبد الله بن الزبير ووالده الزبير كان معتجرا أيضا بعمامة صفراء. وهنا أيها الأحباب نزلت الملائكة معتجرة بعمائم بيض وسود وصفر. أقبلت الملائكة وسمع أحد الكفار صوت ملك يقول أقبل حيزوب. سبحان الله العظيم. هذا جبل الملائكة وهذا شعب الملائكة، وأمامه كثيب الحنان، هذا الجبل الرملي العجيب. انظروا إلى أحباب الكرام، شيء عجيب جدا، سبحان الله العظيم. ونقصد الآن بمشيئة الله جبل الملائكة إن شاء الله لنسير على حدوده بعون الباري الجليل. وهناك جهة شهداء بدر وجهة العريش، ومن ورائه العدوة القصوى. انظروا الأحباب، هذا جبل الملائكة، هذا جبل الملائكة ببدر، من هنا نزلت الملائكة. الله أكبر، الله أكبر. وهذا كثيب الحنان. يا الله سبحان الله ندي تاياش بوتاو سبحان الله بتام دنقونيان غرمونيان يا الله سرا لا اله الا الله بتام يغرم الحقيقه. هذا كثيب الحنان امامنا مباشره. واذا ايها الاحباب كما ترون هذه النواحي العظيمه المباركه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. فر أبو سفيان بقافلته قبل وصول جيش المسلمين من خلف هذا الكثيب، كثيب الحنان. هذا الكثيب مكون من رمال ساكنة هادئة. ما شاء الله، ما شاء الله، رمال عجيبة جدا. ونحن الآن في العدوة الدنيا، والعدوة القصوى على الطرف الآخر من بدر. يا الله. ونزلت أمطار ليست بالشديدة على المؤمنين وقد كانوا أجنبوا، فثبتت الأرض من تحتهم وأزالت وعثاء السفر عنهم وأزالت إعياءهم، وأنزل الله عليهم النعاس أمنة، مقاتل يدخل حربا ويكون ناعسا. هذا من التثبيت والأمان. وأمامنا مباشرة الطريق بين كثيب الحنان وشعب الملائكة. سبحان الله. كما ترون أيها السادة الكرام، يا الله بتام يغرم الحقيقه دس بلوني اني هسه تمركز. منظر اخاذ، وقرص الشمس
في الشعب بينهما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انظروا إلى هذا القوس، ما أكبره. سبحان الله، لا إله إلا الله. في بدر عز الإسلام، والشمس تتوارى خلف كثيب الحنان. انظروا إلى طبيعة الرمال الساكنة في هذا الكثيب. شيء عجيب. سبحان الله. والناس تحاول الصعود عليه. هذا رملته لا تعلق بالملابس أبدا، ولها صوت جميل كالعزف. سبحان الله. يسمى عزف الأبارق، أبرق أبرق العزاف. طبعا ليس هذا أبرق العزاف. سبحان الله. انظروا إلى اللون الأسود تحت الرملة. شيء عجيب. وعندما فرت قافلة أبي سفيان سلكت سيف البحر، أخذت طريق البحر. يا الله. وبعث أبو سفيان ضمضم أحد الذين كانوا يفشون الأخبار، فدفع له وطلب إليه أن يعلن اللطيمة اللطيمة. فدخل مكة وقد عكس رحلها وشق ثوبه وصرخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدرك عير قريش. فاغتاظ فرعون الأمة أبو جهل وأعلن التعبئة العامة للخروج لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أراده الله سبحانه وبحمده. وهذا أحد مداخل بدر، دوار جميل في هذه المنطقة بين الحنان وجبل الملائكة. يا الله من يدسمي البوتانو. سبحان الله من يدسمي البوتانو حقيقة ينبوتانو ستمذكركم. نعم بس نبي أجلس هذا رجالون. الله أكبر. بجيب مراقي اسم ملكة. الله أكبر. الله أكبر. يا الله. الله يوفقنا ولا تشرم زيارة. سبحان الله. ومن هنا يتوصل للخروج من بدر التي يبقى القلب فيها دوما. سيدنا سعد بن خيثمة أحد الشهداء الكرام البررة رضي الله عنه فيها. سيدنا عمير بن الحمام، سيدنا عمير بن أبي وقاص. الذي كان يتوارى من النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه خشية أن يردها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الأبطال البررة، عز الإسلام ومجده، تاريخ المسلمين العظيم في ربوع هذه الغزوة المباركة. نحمد الله إليكم أن يسر وأعان ووفق، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا من الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورتملكاتش جاتين إن شاء الله فيديون تملكتن تملسن تجنين تنان بتأمي ميجر منا يميدنك فيديون دورنا تملكتاش شوتال أني راسي لما جمرك زين فيديو يتملكت كتنا ونقدركن زاوتها يراشو هنا جم مملكت خالتها دلاشو بفيديو نملكتو بيجين وإن شاء الله نان تلاقي راشو دركوت ليروش تاريخاتن يعطان من مملكت هنا ال ينويش محمد صلى الله عليه وسلم كوكر صديقاري تتألل لبت وتع قرآن يورد لبت وتع عنديو مثل يتلايو تراروش تاريخه وتعوتشاتن يعطان عنديو يتلايو يا أنبياء وتشن مقابر من مملكت هنا المالت إن شاء الله بكتاع جزاتوش. እናንተም እየተበቀው ነጃህ ሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ምንለቃቸው ነገሮች በፍጥነት ወደ እናንተ ድረስ ከጎን ያለቻው ሊዶን ምክቷ መንካት እንዳዘነጉ። በሌላ በቀጣይ በአሪፍ ፕሮግራም እስክንገናኝ ለዛሬ የነበረኝ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ፕሮግራሙ ይጀላችሁ ቀረብኩት እንዲሁም ደማችሁ ጀሪ መሐመድ ነኝ። ሚዲያው ደግሞ ነጃህ ሚዲያ ይሰኛል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ቪዲዮን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም።